خالص. يعني انت اسلام، انا هتكلم عليا اسلام، طلع حجمك في يوم من الايام خالص ما تزعلش، لا لا ولا ولا بتتضايق كده؟ لا 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 خالص، والله لا لا. انا خلي بالك مش عشان اكون امين معاك، في البدايه كنت بزعل، يعني بدايتي اكيد كنت كنت صغير، كنت متحمس، كنت عصبي، كانت رد فعلي عنيف شويه. بعد شويه اولا ما عنديش وقت ان انا اتفرج على مهطلات عشان تبقى عارف يعني، وبزعل قوي لما واحد يبعت لي مش عارف لينك مش عارف مين عمل ايه. اكيد حد يعني المهم بيوصلك. ولاد الحلال يعني. ان اسلام مثلا قال عليك النهارده ان انت اي حاجه. والله اسلام بمسحها. بتمسحها. اقسم بالله بمسحها. ومش فاضلها، لانه ما هو انت عندك شغلك وعندك رسالتك وانت عارف انا دماغي شغاله تقريبا شبه ال 24 ساعه. هتفكر في ده شتم، وبعدين تفكر ترد عليه، وبعدين تفكر مش عارف ايه، وبعدين واحد ابن حلال يقول لك قال ايه. هتشغل نفسك بكلام فارغ وتوافه، وناس اصلا هم يعني مش بالنسبه لك مش في حساباتك. فهتزعل من ايه؟ تزعل يعني لما يبقى حد مثلا انت حضرتك قلت معلومه غلط ممكن اصلحها لك. طبعا ده طبيعي. ده حقي ومش اي حد يعني. واحد زي اسلام الشاطر، واحد زي استاذ ابراهيم المنيسي، كابتن عادل، ناس كتيره كويسه، عشان ما كريم شحاته يعني، في ناس في الوسط احبهم واحترمهم، ناس كتير بس انا متاسف عشان ما انساش اسماء يعني، ممكن اصلح له معلومه. صح. لكن هو منتقد، شايف ان انا غلط، شايف ان انا مش عارف ايه، لازم وبتحصل. ده حقه يعني، ما عنديش مشاكل في ده. في بعض الاوقات كنت يعني انا شخصيا ساعات بقول يعني بخالف وجهه نظر الكابتن شوبير، كنا بنحلل يعني، كان الكابتن طبعا بيقدم، كنت انا بحلل معاك لو تفتكر في النيل طبعا. الرياضه، فكان هناك دائما ما بيكون هناك اختلافات في وجهات النظر. لا ساعات انصر وجهه نظرك. ويسيبني خالص لغايه لو اقتنع بكلامي يطلع يقول ان ده صح. صحيح. وده اللي احنا اتعلمناه منك يا كابتن، ان انت دايما ربنا يخليك. لا والله دي حقيقه، ان انت دايما ممكن تبقى غلطان وتتناقشوا على الهوا قدام الناس. طبعا. وفي الاخر تطلع غلط تقول يا جماعه انا غلطان طبعا. بص ما تشغلش نفسك بالتوافه. وما تشغلش نفسك باشباه الرجال. ده بالنسبه لك مش يعني هيضيع وقتك وهيضيع جهدك وهيضيع تركيزك وهيخليك رايح في سكه تانية خالص. انت ما بتفكرش في الكلام ده خالص يا كابتن. اقسم بالله ولا في بالي ولا انا صفحتي عليها 2 مليون وشويه، وتويتر مليون مش عارف 600، وانستجرام داخلين في 500، الحاجات دي كلها انا بس كل حاجه عندي ادمنز كتير، اقول لهم اي تعبير يعني اي تعليق خارج على طول امسحه على طول. بس ما فيش اكتر من كده، لكن هترد وتجيلك شتايم وتجيلك مش عارف ايه، وواحد يطلع يعمل لك على الهوا ايه فضيله. انت بقى تبقى تافه، تبقى وصلت للمرحله دي اعتقد حتى ما تبقاش راضي عن نفسك يعني. احسن فتره